اهلي ما رضوش يخرجوني، قفلوا علي الاوضه بالمفتاح. شيء جميل، رحت نصم الشباك. فعلا سيبني بقى اروح لصاحبتي احسن اتاخرت عليها. تعالي هنا، انت فكره انا صدقت حكايه صاحبتك دي؟ انا هصرخ. فرضك ما تصرخش. عاوزه ما تصرخش؟ ايوه. ما تروحيش لصاحبتك. ازاي بقى؟ انا كنت بنط من الشباك واعرض نفسي للخطر عشان اطلع تاني. ومين قال لك ارجعي تاني فوق؟ خليكي قاعده معايا تحت. انت يظهر من الستات اللي ما يجوش بالمعامله لينا يجيبوا المصارعه والملاكمه. اري وريدي. انا شاب اؤمن كل الايمان بان الانسان بمفرده في الحياه يتعب كتير قوي. مظبوط، مش الانسان بس والحصان كمان. ايه انت عازب؟ بكل اسف. بكل اسف ليه؟ اتجوز. انا برضه قلت كده، لكن اتجوز مين؟ اختيار الزوجه الكريمه في الايام دي هي مشكله المشاكل. انت ساعة ما جيت لك والمصايب كلها بتتحدف عليك. بالعكس، انت من اول ما جيتي وانت نورت الدنيا حوالينا. صحيح صحيح، ما تعيطيش، امسحي دموعك.